انا مبسوط ان انا معاكم بجد، مش مجامله يعني. الصوت واصل كويس تمام؟ والموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ده، في ناس كتير هتتساءل تقول اشمعنى انا اديت 1000 الكنيسه، انا اشمعنى اديت 1000 الكنيسه كده كويس. طيب حاضر. هو احنا لجأنا لهذا الموضوع لان في كمية ضخمة جدا في العالم من التزييف، من تزييف الحقائق. لسه في ايدي كتاب هو طالع في امريكا وترجموه هنا في الكنيسة في مصر، يا ريت كل الناس تقراه، اسمه ماذا حدث للحق وفين الصح وفين الغلط. ما احنا دلوقتي الصح كله بنجيبه من على جوجلز وبنسيبه من على التلفزيون والميديا والشلال والاعداد، وما بقاش في حاجة صح، بقى في حاجة اسمها نسبية الصح. وبدأ الآباء الكهنة يعانوا كثيرا من المشاكل الأسرية، وإن إحنا متجوزين بقالهم 6 أشهر وجايين يشتكوا، متجوزين بقالهم شهرين وجايين يشتكوا، ما كانش الكلام ده كده زمان. فالقضية كلها حاليا إن إحنا ما كناش بنتكلم، ما بنقولش وجهة نظرنا. انا مش هقعد اعلمكم هنا ازاي تعملوا ايه في ايه، لا، هنحط بس الغطاء الروحي للقصة دي. هو النهاردة ايه رأي الكنيسة في الكلام ده؟ ايه رأي الكتاب المقدس في الكلام ده؟ اما الكنيسة سكتت ايام كثيرة، اياميها كنا احنا بنقرأ عن الرهبان وحياة الرهبان، فبقى كل فكرنا رهباني. طب والناس المتجوزين يعني، يعني هل ممكن اصلي قبل ما اعمل علاقه مع مراتي ولا ما ينفعش؟ هل بعد ما ننبسط مع بعض ونقرب من بعض ممكن اقوم انا وهي نصلي سوا ولا لا؟ هل في حاجه كده في الكنيسه؟ طب ايه اللي بعمله صح وايه اللي بعمله غلط؟ ما كناش بنتكلم، معتمدين على الاسر بتعلم، والحقيقه الاسر دلوقتي ما بتعلمش. فابتدينا ناخد ثقافه المجتمع اللي احنا فيه. دي اول حاجه خلتنا نيجي نتكلم في الموضوع ده. نمره 2، العلم قال ايه بقى؟ المشاكل الأسرية أيا كان أنواعها 90% منها سببها العلاقة الجسدية. تقول لي لا ثانية واحدة، احنا ما عندناش حاجة كده في بيني وبين شريك حياتي. أقول لك ما هو 90% دول فيهم نسبة، أنا ما أعرفهاش كام لأن ما عنديش المعلومة يعني، إنما النسبة دي معناها إن المشكلة مباشرة يعني في نفس الأكت نفسه. الباقي مشاكل مترتبة، يعني مثلا تصحى الصبح يقول لمراته ما فيش فطار النهارده، ويعني لازم كل يوم تفطر؟ ما تفطر عند امك، هي تحت في الدور اللي تحتينا، دي حاجة تقرف يا أخي على الصبح. ليه 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 الرد العنيف اللي على الصبح ده منك أو منه؟ لأنه بالليل في واحد ما خدش حقه. بلاش حقه دي عشان دي كلمة مش مسيحية قوي يعني، إنما كان نفسه واتصد، خد على دماغه يعني، سواء هو أو هي. والناس العلماء، انا ما هقول علماء يعني العلم مش الكنيسه دي، قالوا هزائم الليل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا هفرجك بكره الصبح ولا هفرجك؟ لا لا خالص، دي بتيجي لوحدها كده، مخنوق ومكسوف ومكسور عيني، وانا اترفضت، والراجل لما اترفض يبقى وحش، الست اهينت استخدمت، كل الكلام ده هو. فبصحى الصبح مش طايقه نفسي، او الست طلبت وهي قلما تطلب وهو نم. طب ايه هتبقى ايه؟ تقعد بقى الستات بالذات يعني التركيبه الفسيولوجيه بتاعتهم بتجيب مشاكل كتيره. طب ايه بعدين؟ الصبح بقى نتخانق، واي حاجه ما تمشيش، واي مشكله ما تمشيش، واي قضيه عيال هنوديهم مدرسه، هنزور ام مين، هنزور حمات مين، تبقى فيها 100 مشكله. انما لو الراجل مرضي او الست مرضيه والدنيا في الجسم زي العربية موتورها مظبوط، بص لأكل حاجة سهل عادي يعني، كسرت الفاز يا ستي نجيب غيرها مش مشكلة. ويقول لك يبتدئ الراجل يفوز المشاكل البسيطة، والست مخها يكبر قوي ده كده. أمال ليه؟ احنا قلنا أول حاجة إن احنا التزييف، الناس بتقول على الموضوع ده كلام كتير جدا للأسف الشديد اغلبه غلط، فانا لازم ارجع للكتاب المقدس اقول له انت بتقول ايه في الموضوع ده؟ في التفاصيل هنقول دلوقتي حالا ما تقلقوش يعني. نمره 2،
ان احنا عندنا سبب مشاكل. وانا فاكر اول ما ابتديت ادرس في الموضوع ده رحت لاحد الاباء الله ينيح نفسه وهو رجل خبير في الاسره، قلت له يا ابونا بيقولوا لنا ان 90% من المشاكل الاسريه الاندرلاين كوز او السبب التحت الاصلي هو العلاقه الجسديه. الكلام ده مش كتير شويه؟ راح ابتسم كده بوقار وقال لي لا مش 90 يا حبيبي 95. فابتديت احس ان الحكايه بقى ايه، لا حكايه خطيره. السبب الثالث ان احنا النهارده ما فيش حد غشيم دلوقتي، العيال الصغيرين واخد بالك، كان في كنت عند ناس امبارح وفي حوار دار على بيهزروا، ده هيطلع ينام على الكنبه ومش هيبطل ايه يعني اما يغضبوا يعني يطلع راجل ينام على الكنبه بره. فالرجاله بيهزروا وفي عيل سنه 9 سنين في وسطهم، فقال له زي ما انت بتعمل يا بابا ما تكون متخانق مع ماما تطلع تنام بره. قال له لا انا بطلع انام بره. ابتدى الراجل تربك وقال له بطلع انام بره عشان الدنيا حر وماما بتحب تشغل التكييف، وقعد قال كده شويه اعذار. وبعدين العيال بقى بتشوف وبتفهم، اذا كان العيال الصغيره بتفهم دلوقتي فكم وكم الاخرين. فبعد الشكاوي من اي حاجه غلط تيجي بدري. كان زمان الست او الراجل يشتكي بعد 10 سنين جواز 15 سنة، النهاردة بعد 10 أيام 15 شهر تلاقي حد فيهم بيشتكي. ولا مؤاخذة يعني الرجالة معلش الأفلام خربت الدنيا، إنما الستات بتيجي كانت زمان الست تعيش على الطوى، عايشة طول عمرها صايمة أو يعني على الكفاف وما بتتكلمش وما حدش يعرف. إنما دلوقتي لا، تقول لك لا يا حم أنت فين؟ يبقى الحكاية دي محتاجة شوية حدود ونشوف الدنيا دي هتمشي ازاي، مش كده برضه ولا انا غلطان؟ هو احنا اول فكره بنقولها في الموضوع ده وهي فكره بالنسبه لي حاكمه جدا، هو مين اللي خلق اللي اخترع الجنس ده؟ احنا اكتشفناه كده في العالم وعملناه ولا حد تاني؟ انا ما اعتقد ان حضراتكم عارفين ان انا طبيب اساسا، دكتور يعني. فاحنا بندرس الاجهزه دي في الطب احنا كنا ننبهر ان ازاي ده يركب على ده وده ياخد من ده حاجة تبقى بني آدم. ايه العجب ده؟ ما يجيش صدفة، ده تيب ربنا خلقنا كائنات جنسية ويجب ان نفتخر بهذا السيستم. ده اختراع ربنا مش اختراعنا احنا. كان ممكن ربنا يعمل اي حاجة تانية، يعمل حاجة تنمو على كتف الراجل كده ياخدها بايده كده يديها لمراته تبلعها تحبل. القضية مش قضية انجاب، لان ربنا كان ممكن يخلينا ننجب زي الاميبا نطلع من جنبنا كده حاجه. انما ايه القضيه؟ هي قضيه تواصل، ان احنا نقرب من بعض. واحنا ما بنتجوز في حاجتين بناخدهم الراهب ما بياخدهمش. الراهب ده اللي راح يحارب الشيطان في الصحراء والجو صعب ما بندلوش سر من اسرار الكنيسه، انما المتزوجين بنديهم سر، بنقول لهم خدوا جرعه من الروح القدس عشان انتوا داخلين على شيء صعب. اللي بيدرسوا علم الاجتماع حطوا قاعدة قالوا ايه بالانجليزي كده وهترجمها لكم، getting close is risky، ما تقرب خطر. يعني ايه getting close؟ يعني افرض النهاردة انا مع اي حد فيكم راجل او ست سافرنا برا بالصدفة تلاقينا برا وبعدين قلت لكم انا عندي شقة تعالوا اقعدوا عندي فيها بدل ما تأجروا لوكاندا وتقعدوا في مكان غالي. بعدنا انا رايح من هنا وفرحان باللي انا بزميلي ده اللي رايح معايا حضرتك او حضرتها في منتهى الجمال، هتسلى بقى بدل ما اقعد زي القرد لوحدي. وبعدين رحنا هناك قعدنا شهر رجعنا مش طايقين بعض. ليه؟ هو ده المبدا بقى، انك ما تقرب طباع بقى وطريقه اكل وطريقه دور، بخش الحمام بقعد ساعتين وزميلي عايز عنده ميعاد، كل التفاصيل الصغيره دي ما تتاكدش اكتر من في الجواز. بتجيب واحد متربي في بيئه وواحده متربيه في بيئه ثانيه، ومش لازم بيئه ثانيه مختلفه خالص، ممكن تكون بنت عمه وبنت خاله يعني نفس البيئه، وتحطهم مع بعض وتربطهم وتقفل عليهم وتقول لهم عيشوا. طب ايه اللي يلين القصه؟ الروح القدس اللي اخذوه والعلاقه الجسديه. العلاقه الجسديه دي هتخلينا ايه؟ نبقى محتاجين لبعض وننبسط مع بعض وبناكل مع بعض وبنشرب مع بعض. حلو، ده اختراع ربنا مش اختراع البشر، ده ربنا هو اللي عمل النظام ده ويجب ان نفتخر ان ايه هي دي دنيتنا. طيب
حد يعرف اول وصية في الكتاب المقدس فين؟ ايوه، اول وصية، اول وصية في اول صفحة، اول صفحة في الكتاب، في الكتاب المقدس الكبير كده، اول صفحة في سفر التكوين، اول اصحاح، ايه 28: اثمروا واكثروا واملأوا الارض. اللي يعرف طريقة للإثمار أو الإكثار غير دي يرفع إيده. هو كده من دي وان، هو إحنا كده. عشان كده أنا كنت زمان لما بتكلم في الموضوع ده كبير، بياخد حوالي 6 ساعات محاضرات يعني ورا بعض، كنت بقول لهم أنا لما بتكلم في الموضوع ده بخلع عن عليا، لأن أنا على أرض مقدسة، لأن هذا هو المكان الذي اختاره الله ليجيب به النسل الجديد. واحنا يعني من غير حرج، يعني كل اللي قاعدين في الكنيسه دول ما هو جايين من علاقه اللي بنتكلم عليها، ما فيش فيها حرج. وكنت مره في حوار مع واحد من الاباء الرهبان يعني، شدينا بعدين وهزرنا، فقلت له بص يا ابو، بس عشان ما نبقاش زعلانين من بعض، احنا المتزوجون مصنع القديسين. قال يعني، قلت له انت حضرتك جاي من علاقه من ابوك وامك، وانا جاي من علاقه من ابويا وامي، والكهنه والخدام والشعب كله جاي من هنا، احنا اللي بنجيبهم مش حد تاني. يبقى انا شغلتي ان انا اقدم من خلال العلاقه دي شيء مقدس للكنيسه بس. عشان كده بنقول دي علاقه مهمه، ولانها مهمه الشيطان بيتنطط فيها كتير. هي بنسميها علاقة كاشفة، يعني النهاردة ما فيش حد يبقى مع حد في هذه العلاقة ويخبي مشاعره، مشاعره بتكشف. عشان كده الست، الرجالة اللي بتشاقوا أحيانا الست بتكشفهم وتقول له أنا عارفة، أنا متأكدة أنك تعرف واحد تاني. طيب أنت جالك هي ولا جاي؟ هي عارفاك، اللي نايم معاها ده مش جوزها، بتلقطه من أول تغير. شفت إزاي؟ ولأن هذا الموضوع ده مقدس جدا، فغيره أو بعيد عنه نجس جدا، ما نهزرش في الموضوع ده. الموضوع ده لأنه مقدس جدا عكسه يبقى نجاسة. إحنا ما بنستخدمش النجاسة دي، كلمة نجاسة دي مش عندنا خالص. أنا لما حضرت الموضوع ده زمان قوي على سكيل واسع، جبت الدسقولية. الدسقولية اللي هي تعليم الرسل اللي هو القرن الأول يعني. ليتوا كاتب في الكلام ده كلام انا اخجل دلوقتي ان انا اقوله لكم في الكنيسه. بمنتهى الوضوح، بمنتهى ده، احنا نشترك مع الله في الخليقه. احنا هذا العمل ليس نجسا، ليس نجسا. وهنقول كمان شويه ليه احنا في الكنيسه بنقول شويه ريجيليشنز في القصه دي، معلش. انما احنا يعني لان الموضوع ده احنا بنتعامل مع ربنا مباشره، وبالتالي لازم يكون ليه مفهوم مقدس عندنا. احنا خلقنا ربنا كده ونفتخر. والفكره اللي هي اساس الجواز فكره روحيه، ولو مش موجوده الفكره دي الجواز يبتدي يجيب مشاكل. ايه هي الفكره دي؟ ان انا بخرج من ذاتي لدائره الاخر، بخرج من جوايا للشخص الاخر. سرو متعة، سرو محبة، سرو إنجاب، أنا بطلع من جوايا لشريك حياتي. ودي اللي هي الآية بتاعت لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا، زي ما هنشرح كمان شوية. القضية كلها أنا داخل هذه العلاقة ونفسي أفرح الشخص اللي قصادي، مش نفسي أخد متعتي، عايز هو ينبسط أو هي تنبسط بس، والباقي ده يجي تباعا. طيب الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اللي هو انا حلو، ربنا موجود في البيت وموجود في بيني وبينكم، عبارة قريتها في احد الكتب مسيحية، واللي كتبها واحدة ست، الكتابة كتبها واحدة ست يعني. وده اللي خلاني ادخل في الموضوع ده. ايه بقى كتبة كده؟ قالت ان الله لا يدير وجهه عندما يمارس اولاده العلاقه الجسديه اللي في الجواز. يعني لما يشوف اولاده بيمارسوا العلاقه يرسم عليهم ويبارك عليهم، لانهم بيعملوا اللي هو عايزه، الخطه بتاعته للانجاب. وده مش معناها ان احنا نحول الجنس الى اله في البيت وعمالين على بطالين تقولوا الراجل قال كده فيبقى ليل نهار، لا مش مقصود بيه كده خالص. ان انا عايز اقول ان حلول الله شرط
لكي يتحقق كل الكلام اللي أنا بقول عليه. الاثنان الملتصقان اللي هم يكون الرب حال فيهم هو زوج الزوجة، وده مش رأيي، ده رأي الأباء كلهم، عبارة بيقولوها في العالم والحياة تنطبق قوي على اللي احنا فيه ده. It takes two to tango. يعني ايه؟ يعني انت محتاج نفرين عشان ترقص. اللي بيرقصوا التانجو ده اللي هو بمزيكا ده ما حدش عارف يرقص لوحده، لازم مع حد. فالسعادة يلزمها شخصين، والنكد يلزمه شخصين برضه. البيت ما يتخربش من واحد لواحد، لازم اتنين يخربوه يعني. طيب امال ايه بقى المشاكل كتير؟ انا نسيت اقول لكم حاجه، اول مره اديت محاضره في الموضوع ده، بس كانت محاضره بتفاصيل وتكنيك وتشريح وبتاع. انا كنت بشر عرق جوايا. كنا عندنا في الكنيسه في كده نادي اسمه النادي الاجتماعي، عباره عن صالونات كده، فقعدنا فيه كنا حوالي 15 20 واحد، وكانوا دول مخطوبين، وانا واقف اتكلم. اللي كان مشجعنا الله ينعم احنا في ابونا حنا، وانا اما اقول الفكره والف عليها مره ثانيه والف عليها مره ثانيه، لان بقولها بلغه متغطيه وبعدين اكشفها سنه، انا اللي مكسوف. فكنت حاط وشي كده يعني وانا بتكلم، حاط وشي كده، وبعدين رفعت عيني في نص المحاضره، لقيت النادي ده او القاعه دي اتملت عن اخرها. ناس مالهاش دعوه بالموضوع، ناس زوار جايين الكنيسه سمعوا العنوان وانا بتكلم في ايه، دخلوا وقعدوا، والفراشين بتوع الكنيسه دخلوا وقعدوا، واجتمع جمع مختلف كثير جدا. فاكتشفت ان لا، ان في احتياج وان احنا لازم نقول الكلام ده. وطبعا انا هسيب لكم مساحه كافيه انكم تسالوا، لانه بس الاسئله هتبقى مكتوبه يعني. طيب ليه احنا العلاقه دي سبب 90% من المشاكل؟ اولا اللي فيكم مهندسين او بيشتغلوا، طبعا عارفين ان اي قوه موجوده في الدنيا، اي طاقه محتاجه ضبط، كنترول. الكهرباء محتاجه كنترول، المواتير محتاجه، ما تتسابش لوحدها كده. طيب حلو قوي الكلام. الطاقه دي الجنسيه دي لازم تضبط، لان ربنا ما حطها فينا بقى في انجذاب بين الرجل للمراه والمراه للرجل. وبالتالي انا حموت نفسي اقع في الحب. لو انا الحكايه دي مش مظبوطه عندنا والروح القدس بيساعدنا نظبطها، هبتدي انا ابص للبنات كلهم على انهم صالحين للمحبه، وانت تبص على كل الولاد صالحين للمحبه. لا، الفتره دي راحت خلاص، انا عندي الست بتاعتي وانت عندك الراجل بتاعك، وانا راضي جدا وفرحان جدا، واحنا اتنين بنكبر في العلاقه مع بعض. يعني ايه؟ يعني دماغي متربطه على اني عايز واحده صغننه كده. طب ما انا كبرت انا كمان، طب ما هو احنا اتنين كبرنا مع بعض، كل سن من سننا باحلامه وافراحه الى اخره. طيب فهي عشان كده احنا ايه، يجب ان في الفتره اللي كانت ما بين النضوج والبلوغ والجواز، فتره انك انت تعرف تركب الخيل صح. ايه الخيل دي؟ ما هو الطاقه الجنسيه اللي احنا تدفقت دهوانا واحنا سننا 12 13 سنه او 14، ده زي حصان جامح، وكلكم فاكرين ما نسيتوش يعني، الدنيا مش عارف تلم الدنيا جواك يعني. فانا محتاج فتره في علاقه مع ربنا والاباء مرشدين روحيين يخليني اعرف اساس الحصان ده. ما اروحش اتجوز وانا الحصان ده فلتان مني، هيحصل لنا المشاكل دي كلها. فاحنا محتاجين ان احنا ندرب هذا الحصان بحيث ان انا ابقى راجل بمعنى الكلمه، راجل مسيطر على نفسه، راجل مش فلته منه في كل حته، مش اقعد في اي قاعده ابص الاقي عينه جايبه الستات مش من فوق لتحت، والستات قاعده تعرض في جسدها. احنا دخلنا في حته صعبه جدا، الحصان هنا مش مسيطر عليه. طيب في حاجه تانية بيخلينا نركز في الموضوع ده، حاجه اسمها انتجريتد نيتشر اوف سكس. يعني ايه؟ يعني الجنس، انا لو معدتي وجعاني هي معدتي وجعاني خلاص، رجلي وجعاني هي رجلي وجعاني بس. انما لما يبقى اما الجنس يبوظ بياخد معاه حاجات كتير قوي، بيسمع في اجهزه تانية اخرى. عشان كده احنا اما نركز مع الاولاد على الطهاره، واخد بالكم؟ حياه الطهاره
احنا مش بنقول عشان ربنا ينبسط، ما هو ربنا هينبسط كده كده يعني، انما انا بقول عشان ده مصلحته. حضراتكم العالم الغربي اللي سافر فيكم بره، الدنيا دي مفتوحه على الاخر، والكلام ده ما حدش هيسمعه مني، ولو انهم ابتدوا يسمعوا دلوقتي. السؤال الاتي: في كام مستشفى موجوده لمعالجه امراض النجاسه اللي هو العمل الجنسي بعيد عن ربنا، سواء مع ستات او مع رجاله؟ في كام مستشفى بتعالج؟ مئات المستشفيات، ايدز وسيفلس وحاجات كتيره جدا من الامراض الجنسيه بشعة. هل في مستشفى واحدة تعالج أمراض الطهارة؟ إن إحنا عشان عشت طاهر فعيد؟ مفيش خالص ولا واحدة. ديش تكلمني تقول لي يعني لا دي الحرية، لا حرية إيه اللي ودتك في هذه المشاكل الخبية دي يعني. اللي بيخلينا برضه نركز في الجنس ان ربنا ربطه بالانجاب، فانا ما ينفعش انا لو دست على رجل حد فيكم هقول لك ام سوري وخلاص الموضوع خلص على كده، انما انا ابقى اعرف واحده ونعمل علاقه وبنت هيتبص لها قال عيل ام سوري ما قصدتش، قصدت ولا ما قصدتش اهو جه، فلخطوره الناتج لازم الحكايه تبقى مظبوطه شويتين. النقطه الثانيه اللي بتخلي الموضوع ده مهم هو في حاجه اسمها الدافع الجنسي، وده احنا كلنا مختلفين فيه. يعني يدخل فيه الثقافه، التربيه، المشاكل اللي شفتها في حياتي وانا طفل، اللي تعرضت له، المعلومات اللي خدتها قبل ما وقتها، كل ده خلقت جوايا الحصان الغير مروض اللي بقول عليكم ده، حاجه اسمها الدافع الجنسي. في رجاله او ستات عايز الجنس ده كل يوم وصبح ظهر ليل، هو ده اكله وشربه وحياته. ده السكس بنسميه سكس درايف عالي قوي عنده. انا ما عنديش مشكله لو الطرف الاخر كده، ما فيش صح والله. تحدي الزواج الحقيقي ان احنا نظبط خطوتنا مع بعض، الحصانين يخبطوا، تطلع الست عايزه السكس درايف بتاعها عالي والراجل على قده، هنعمل مشاكل. يطلع الراجل عنده سكس درايف عالي وهي على قدها، عنده مشاكل. طب ايه الحل؟ نقرب ازاي دي يقلل شويه والقليل يزود شويه لغايه ما نعمل احنا الاثنين الريتم بتاعنا. شفتوا بقى الحكمه؟ يبقى لينا طريقتنا ولينا حبيبنا. انا زي ما هشرح في الاخر انا مش دعوه بغيري بيعمل ايه، انما انا كل هدفي ان الست اللي دهاني ربنا دي تفرح والراجل اللي دهوني ربنا يفرح. بس يفرح ازاي مش مهم، ان شاء الله يا رب نقعد نلعب بيلي ولا سيجا ونفرح، نفرح خلاص. النقطة الثانية اللي خلت الموضوع مهم هو ان ما فيش حد بيعلم عن الجنس صح. المفروض الجرعة الاولى للتعليم عن الجنس ياخدها في سن 4 سنين. طبعا مش هنقول له اللي انتوا بتعملوه، لا هنقول حاجات يعني ايه ولد، انا جيت منين. اللي عنده عيال كلهم عدوا على اللعبه دي، والناس فاكرين ان دي لعبه اطفال، لما هي دي لعبه جنسيه. ايه هي اللعبه؟ انا بتكلم عن سن عيال صغيره قوي، مش بابا وماما او عروس وعروسه، لا ده انت بدماغك اللي ودتك هناك. ايه اللعبه الجنسيه اللي بلعبها العيال؟ اللي هي الدكتور. الدكتور تلعب دكتور ونكشف عليك وعايز اتفرج على الجسم البشري، عايز اعرف يعني ايه ولد ويعني ايه بنت. ده تعليم جنس ما حدش بيقول بقى خالص. ده لو ما قالوش وسكتوا يبقى خير، انما عاده بيقولوا حاجات اسوأ يعني. جات لي مره واحده ست يعني متوسطه عندها بنوته لسه بتقعد على البوت يعني، فجاية تحكي لي قد ايه هي ام كويسه. فقالت لي انا لقيت البنت بتلعب في نفسها وهي على البوتي سنه 3 سنين اظن حاجه، فروحت مسخنه معلقه ولسعها في فخدها. انا سكت كده خالص وقلت لها قومي امشي، انا لو اتكلمت هقول كلام وحش قوي. ليه؟ لان هي دي مرحله الطفل، زي ما بيلعب في مناخيره شويه ويلعب في ودنه شويه بيلعب هنا، مفروض ان انا ما ساعدوش انه يلعب هنا وفي نفس اللحظه ما اسجروش، لان لو اذيته في الحته دي انت ضيعت عمره كله. قالت لي ما عشان تطلع، قلت لها بس امشي امشي تعالي بعد كده مره ثانيه نتفاهم في الموضوع ده. الحاجه الثانيه اللي بتخلي الناس برضو متاخده من الجنس ان احنا بنتكلم كتير في الموضوع ده، القهاوي وقعدات الولاد، وانا اقول لكم بقى على قعدات البنات مع بعضيهم احيانا يتكلموا
اوضه الطلبه في الجامعه بقى. انا بالصدفه وانا بعد اتخرجت ويعني كنت باخد ماجستير، فدخلت دوره الميه بتاعه البنات في الكليه عندنا. ليه؟ عشان خزنين فيها الكراسي، الجرسون بتاع الكافيتيريا عارفني فبيقول لي هات هات ترابيزه وكراسي من جوه يا دكتور، ما خزنينها جوه هنا. فدخلت خزنين، رحت طالع تاني لدهت الزملات الاولاد، تعالوا شوفوا اللي مرسوم على الحيطان، شيء مرعب مرعب. يعني الفكره كلها في ايه؟ ان احنا بنسمع كلام غلط كتير وبنشوف كلام غلط كتير، والكنيسه والبيت ساكت خالص، فده بيلوث لك. وبعدين تسمع بقى تعبيرات اما بنقعد نحلل مع الناس، يقول لك فض غشاء البكاره، تسمعها في ودنك كانها بيقول لها فض اعتصام رابعه، مدفعيه وضرب وكلام. القصه دي يعني لو واحد فكر بعقله سنه هيكتشف ان الكلام ده فارغ. ليه؟ ببساطه شديده، ما هو في بنات بتفقد بكراتها كده من غير ما تاخد بالها، يعني ماشيه مع واحد ومن غير ما ياخدوا بالهم في حاميه البتاع راحت بقى الحكايه، لا وجعت ولا صرخت. والرجاله طبعا يا حرام عليهم، هس هس تاني ان هو قاعد طول النهار وهو ولد مفضيها بحاجة سريه بفرجه. دلوقتي للاسف الشديد الفرجه على الافلام تكون نتيجه ان هو ايه، يجي له هس هس، يجوا لي كلهم بيجوا، هل انا لما هتجوز ابقى كويس؟ بشروط، تعال نتكلم بس ان تبقى كده، هل هينفع؟ كل ده معرفه شارع، مش دي اللي تبني علاقه جيده. فلازم نشيل ده كله من دماغنا. اخر حاجه اللي هي الاصابات اللي قد تحدث في 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 حياتنا. يعني المهم ان احنا لازم نكون في الجواز ما عندناش صنم اسمه الجنس قاعدين نتعبد طول النهار والليل، انما عندنا وسيله، خادم، عبد عندي في البيت، لو استخدمته هكسب كتير قوي، انما لو ركبني هخسر كتير قوي. مكان الجنس فين في العلاقه الزوجيه؟ عايزين بس نقول الحكايه دي بوضوح، وعايز خيالكم، انا عندي الكتاب ده بس قد كده، واحد عمله لي عمود مسلح. هنفترض الميكروفون ده هو الجنس، لو الجنس ده واقف لوحده والبيت كده، البيت واقف فوقيه هنا اهو، ده الاساس بتاع العلاقه، يبقى دي جوازه هتقع عاجلا او اجلا. ليه؟ لو اتشرخ ده بتوقع، مفيش حاجه تانية تسند. انما لو جينا حوطنا عملنا زي ما المهندسين بيقولوا قميص فوق العلاقه دي، اسمه العلاقه العاطفيه. هو انا يعني انا ماجرها لمؤاخذه ولا انت ماجراه؟ ده جوزك مش كده؟ يعني لازم قبل ما ندخل في العلاقه يبقى في رساله حب رايحه جايه، مش كده ولا انا غلطان؟ احنا ما بنشتغلش عند بعض الشغلانه دي، والا يبقى الجواز ده حاجه وحشه قوي يعني. فانا محتاج اطار عاطفي. وعايز اقول لكم العالم المتحرر اللي هو بره اللي بيعملوا علاقات، يقول لك علاقه جنسيه من غير عاطفه شيء وحش، قالوا عليه لفظ مش عايز اقوله. طيب بس كده؟ لا، احنا عندنا بقى في اطار روحي. ايه الاطار الروحي ده؟ هو الاقوى، هو الاجمد، هو البيت. مين فينا انتم يعني شكلكم كده متجوزين بقالكم 10 سنين يعني اغلبكم يعني، مين ما تعرضش الخبطة ميلة البيت يمين او ميلة شمال؟ كتير قوي. مين اللي يصد؟ يصد الاساس الروحي، مش كده؟ طبعا مين الاضعف في العلاقة الجنسية؟ اللي موافق ان الست هي الاضعف في العلاقة الجنسية يرفع ايده. طب الموافق ان الراجل هو الاضعف يرفع ايده. طب مين بقى الاضعف؟ مين يعني؟ احنا دايما بنقول الراجل هو الاضعف في العلاقه، لان هو لما كانش يصل لكف كفاءه عمله هيغني. انما الست ممكن تعمل علاقه وهي بتفكر في الطبيخ اللي على النار، والكتب بتقول كده. هنخلص بس الاول الكلام وارجع للحكايه دي. اذا مكاننا الجسدي عندي ومحوط بالروحيات، وان انا وشريك حياتي قدام ربنا جسد واحد، فرحانين بالحكايه دي، واحنا بنمارس الجنس بدون احساس بالذنب، ولغة بعبر بيها عن محبتي لشريك حياتي، وزي ما احنا بناكل سوا وبنصلي سوا وبنفرح سوا وبنتخانق سوا،
بنعرف بعض سوا ماشي. وجود هذه الاساسات مع بعضها ثلاثه يسندوا بعض، يعني لو الاساس الجنسي اتشرخ لسبب او لاخر، واحد تعب عيه ما تنهارش الجوازه، لسه الاساس ده محاوطه عاطفه، انا بحب مراتي او انا بحب جوزي وحواليهم ايضا اساس روحي، احنا ولاد ربنا اذا كان ربنا سمح بكده احنا نستحمل. فتلاقي الدنيا جوازات واقفه حلوه قوي، وانا عارف وابونا عارف والدكتور عارف ان في شرخ في العلاقه الجسديه بس محمي، انما لو القصه هي جنس بس الجوازه بتقع. طيب اذا كان الجواز حلو قوي كده ومقدس قوي كده، امال البتوليه تروح فين في القصه دي؟ الناس المتبتلين سواء رهبان او غير رهبان، بصوا بقى، لو انت دخلت البتوليه لانك من باب انك انت مش طايق الستات فرحت اشتغلت مكرس في اي حته او رحت الدير، دي مرفوضه قدام ربنا. لو انت دخلتي رحتي عملتي تصوني وده عشان انت ما بتطيقيش رجاله، وانا حاجه انا سمعتها منهم، او انا اجيب واحد راجل يتحكم فيا كفايه انا كده، دي مرفوضه. هي البتوليه محبه زي ما الجواز محبه. عشان كده في واحد اسمه رئيس دير اسمه أندريس كريما قال لو كانت البتولية هي رفض للآخر داخل النفس فهي مرفوضة أمام الله. الكلام بقى الظريف جدا، واخد بالك، إن إحنا العلاقة دي فيها طرفين. إحنا من الأسف الشديد بسبب الثقافة المحيطة احنا بنقول انت السيده للراجل ده خادمه، لا لا خالص القصه دي مش كده خالص. احنا الاثنين لينا فيها نصيب، واحنا الاثنين فيها احتياج، انا بحتاج ومراتي بتحتاج، واحنا الاثنين لينا اشباع، واحنا الاثنين لينا متعه، احنا بننبسط انا بنبسط وشريك حياتي بينبسط، احنا الاثنين بنحتاج العلاقه دي واحنا الاثنين بنحتاجها، مفيش حاجه اسمها حد لوحده، هي كده ربنا خلقها انها محتاجه اتنين عشان تمشي. طيب خلي بالكم في فرق بين الشهيه والشهوه، عشان بس نوضح شو مفهوم يعني ايه الشهيه والشهوه. يعني لو انا جعان دلوقتي وهفرفط، واحنا لسه فتره يعني كنا صايمين من 4 ايام فاتوا، وهفترض ان النهارده الخميس مش الجمعه، وابونا قال لي تعالى دكتور نبيل على عشيك عندي قبل ما تروح، وراح دخلني المكتب وبعد جاب فول وطعميه وبتاع وروقني كده، وقعدنا نضحك وننبسط وناكل، وانا مش واخد بالي النهارده المفروض ما باكلش فول وطعميه، ده لو سمعت الناس تموتني يعني. انما الفكره في كل القصه دي ايه؟ ان احنا دي شهوة اشتهيت ان اكل فصح معكم، مش غلط ان اكل بشهيه، وكانوا يكسرون الخبز بابتهاج وبساطه قلب. لو انا بقرب على العلاقه الجسديه بهذا المفهوم، انا مشتاق لمراتي، انا مشتاق لجوزي، اهلا وسهلا زي الفل. انما لو اللي هي ايه بقى؟ الشهوه او بيسموها بالانجليزي اللاست، انا حقيقه ما عنديش نموذج اشرحه الا واحد كنت اعرفه زمان بره مصر، كنت بشتغل بره مصر شويه. كنا نروح ناكل في المطعم بتاع المكان، فكان يقول لي الاكل النهارده يجنن، شاف المنيو وهنروح كلنا، مش كل ما نروحش كل يوم، فرحت. فهو قدامي كان ممنوع الكاميرات في هذا المكان، قلت له انا مستعد الكاميرا صورك وانت بتاكل، هو مش بياكل، هي حاجه غير الاكل خالص. الشوربه جنن، تخبل ويشرب ويشرب، كل شفطه وراها موسيقى تصويريه، وبعدين يدخل على الكورس اللي بعده، هم واخد المنيو كله. السمك فظيع. قلت له ايه يا عم ده؟ بالراحه على نفسك شويه، احنا كده اللي يتفرج علينا من بره يقول احنا مش كل حاجه ياكلها يتأوه ويتلوى ويتلمظ ويستمتع كده، مع انه اكل انه هو مش يعني مش مقبول. ده اسمه الايه؟ اللاست، اللي هو ما تلاقي واحد لوحده بياكل. انا لو وحدي مش هاكل، انا عن نفسي كده اقول لك ايه، تعالى معايا، احب يبقى في اخر. اي شهوه في البشر اما يكون فيها اخر تستمتع، تاكل مع حد تاني، بتلعب مع حد تاني، وتعمل جنس مع مراتك او مع جوزك يعني. ماشي؟ طيب
هذه العلاقه. تيجي بقى نشوف الكلام اللي انا بقوله ده كنيسه موافقه عليه ولا انا بقول كلام من دماغي. تعال نشوف الكنيسه بتقول ايه. في الاكليل اللي هو اللي بتاخده بيه رخصه انكم تمارسوا العلاقه وتبقى زوج وزوجه وانتوا الاثنين حاجه واحده كده اهو، وانكم انتوا الاثنين بتبقوا جسد واحد قدام الكنيسه، ابونا بيبتدي بيقول باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع من شارع شريعه الجمال ووضع ناموس، نعلن في صاحبنا اللي بغلط، نعلن في هذا المحفل الارثوذكسي وامام ايه الدخله دي؟ مفيش دخله في اي طقس من طقوس الجنس بيدخل كده خالص. ومش دايما بيقال سوني ماس واوس ويروح فاتح ستر هيكل ويبتدي يقول بارن شبيه موت اللي هو صلاه الشكر. طب ما بيقولش ليه في الفرح كده؟ هو بيقولها بس متاخره سنه. طب ايه الفكره ان قلبها كده؟ جاب لك الدخله دي بتاعت باسم ربنا والهنا وتلاقي ابونا يقولها كده بجلجله ليه؟ ابونا في هذا الوقت هو بيشتغل ياور، عارفين الياور بتاع رئيس الجمهوريه اللي يعلن عن حضور رئيس الجمهوريه؟ لك السيد رئيس الجمهوريه، الناس كلها تقف مش كده؟ ابونا الياور بتاع السيد المسيح يقول لك باسم ربنا، عشان الجواز ده وما يتبعه بيخلي الناس يعني ما بلاش الحكايات دي يا ابونا في الجواز. طب ما نعمل الاكليل بره الكنيسه. لا في الكنيسه. انا فاكر المحاضره دي قلتها عند ابونا اشعياء مخيل الله يناح نفسه، وهو كانوا لسه الناس متشككين، فرحت فقال لي هتقول لنا يا دكتور ربيع؟ قلت له اللي انت عارفه يا ابونا يعني. فقال لي، فرحت لقيت ان انا هتكلم في الكنيسه نفسها زي كده هنا. فقلت له ابونا ما نشوف لنا قاعه نتكلم فيها، احنا هنتكلم في موضوعات واسئله. قال الله، انت بتنقد نفسك؟ مش انت بتقول ان ده خلقه ربنا وده كلام يخص ربنا؟ نقول في اي حته حبيبي ما تقلقش اتكلم. الفكره كلها ايه؟ ان الكنيسه اللي قالت وضع ناموس الجمال ووضع ناموس الافضل هي اللي قالت كده، وخلت ابونا يدخل الدخله اللي دخلناها دي عشان يعلن ان المسيح شريك في الجوازه دي. يبقى احنا ما بنتجوز في الكنيسه احنا ثلاثه، انا ومراتي والسيد المسيح معانا. طيب ايه اللحظة اللي في الاكليل اللي قبلها نبقى انا استاذ فلان وانسة فلانة وبعدها نبقى رجل وست؟ في لحظة في الكنيسة اللي بيحل فيها الروح القدس على الاثنين، يعني بعد الشر عننا كده، بس انا شفتها مرة واحدة في حياتي. دبوا خناقة الاهل العريس واهل العروسة، دبوا خناقة، خناقة جامدة، فراح ابو العروسة قام، وعلى فكرة مش في الارياف ده عندنا فرد الجولف، قام وخد بنته من على من على الكرسي وطلع قال مفيش جواز. السؤال بقى اللي خدها دي مدام فلان الفلاني ولا الأنسة فلان الفلاني؟ يعني هي عقد الزواج عقد أم لم يعقد؟ هي فرقها كلمتين بيقولهم أبونا، يطلب حلول الروح القدس زي ما بيطلب حلول الروح القدس على القربانة فتتحول إلى جسد الرب ودمه. إيه اللي بيقوله بقى؟ اللحظة دي اللي بيجيب راسك في راسها ويحط ايه ايديه كده عليك متصالبتين صليب يعني، ويقول ايه بقى؟ يستدعي الروح القدس بايه اللفظ اللي بيقوله؟ انا الحقيقه اول مره خدت بالي منها، ايه الكنيسه العبقريه دي؟ دي عبقريه الروح القدس دي. قال كللهما بالمجد والكرامه. لا ثانيه واحده، طب ما تشوف لك كلمه ثانيه، دول رايحين دلوقتي يعملوا سيكو سيكو يعني مجد وكرامه ايه يعني؟ بالراحه يا ابونا مجد. طب خليها بالرفاء والبنين، إيه تفرق؟ انا معاك يا ابونا مش هتفرق، الرفاء والبنين حلو، بالسعاده والهنا. ليه مجد وكرامه؟ وكلمه مجد اللي بيذكرها ابونا دي هي اللي قالها السيد المسيح في صلاته الوداعيه في انجيل يوحنا، ما قال ليكن لهم المجد الذي لي عندك. ايه عايزين اكتر من كده؟ يبقى الجوازه دي قمة المجد، وحلول الروح القدس عليك كان لمجدكم، كللهما بالمجد والكرامة. قلة الكرامة جوه الجواز يبقى في حاجة غلط. احنا مفروض واحنا متجوزين احنا موجودين لمجد وكرامة. حد عنده اعتراض على الكلام ده؟ حد يقدر يعترض؟ طيب. طيب حاجة تانية، ليه يا دكتور يا لما تتكلم ابونا ما يجي يقول بلاش العلاقه دي ليله التناول؟ مش دي عشان هي نجاسه؟ نجاسه مين يا ابني؟ هو ربنا يجي في حاجه فيها نجاسه؟ ده ربنا بيخلق منها. لا حبيبي، دي بيعتبرها فطار، فطار زي اي حاجه اخرى في الكنيسه. الكنيسه تقول لك لو الست مثلا عليها
يعني جالها الوقت بتاعها وما تجيش تتناول. ده نظام، انما النظام ده ملوش دعوه بالعقيده، ابونا يقدر يكسره، هو القائم على النظام ده. قصتين احكيهم لكم. القصه الاولانيه كانت واحده في امريكا زمان من حوالي 30 سنه، اما كان في كاهن واحد بيلف اغلب الولايات ويعمل قداس، يعمله مره الصبح مره الظهر. ففي ليله من الليالي في احد الولايات شخص انا اعرفه وابونا جه يعمل قداس، هيعمل قداس، فكل الشعب اجتمع في الكنيسه وطالع بالبخور. فهو معدي بالبخور كده لقى واحدة ست واقفة 35 38 سنة كده بتعيط بحرقة. فراح واقف، مالك يا بنتي؟ قلت ما فيش يا ابونا. قال لا في، بتعيط ليه كده؟ قلت بص يا ابونا، دي ثالث مرة قدسك تيجي وأنا أكون مش نافعة، ما مش جاهزة للتناول. فابونا سكت كده وأكيد كان بيصلي جواه، فقال لها أنت جاهزة روحيا للتناول؟ أصل هي لو ما كانتش هتتناول النهاردة يبقى بعد ثلاث شهور تانيين. قالت له جاهزة. قال لها خش تناول يا بنت الله يحلك. ده مش مخالفة في عقيدة، هي مخالفة في نظام، والنظام ليه واحد قائم عليه يقوم عليه. وتناولت. حلو؟ طيب الرجالة ما لهمش قصة، الستات عارفين عندهم مواعيد وممكن أبونا قال لها ماما اظبطي مواعيدك وأنت عارفة مواعيدك. الرجالة بقى ما عندهمش مواعيد. ممكن يكون شاب صغير كده وينام يصحى الصبح، ما يعني اللي عندهم مراهقين عيال صغيرة يلا داس يصحى الصبح يقول مش رايح، ما دماغي صدعت، مش عارف كلها صدعت ولا حاجه، هو بس جاله عرض ليلي خلى مكسوف يروح بيتناول عادي، يعني ما تقعدش تنبري فيها خلاص مره بس ما تتكرر بقى وقف فيها. كان في كاهن، والكاهن ده كان واحد اترسم كاهن يعني، وكان في الـ40 يوم اللي بيقضيهم، وفي يوم احتفالي قوي وليه غلاوه خاصه عند الاباء الكهنه، وصلح لي ابونا انا غلطان، هو يوم استلام الذبيحه. الشاب ده كان صغير قوي، فمن كتر توتره بالليل عمل على نفسه عارض ليلي يعني، او فصحي الصبح جاله الاب اللي هيسلمه عدى عليه في القلايه قال له يلا يا ابونا، قال له لا بلاش النهارده عشان حصل لي حاجه بالليل كده، قال له خلاص ماشي بكره التوتر بقى الضعف على طول. فحصل نفس القصه، فابونا الحكيم اللي بيسلمه قال له بص يا حبيبي احنا ميعادنا بكره تاني مره يتاجل، لو حصل ايه تستحمى وتيجي تستلم الذبيحه، لان دي تبقى حرب الشيطان، النظام ما يكسرش الوصيه بس. فاحنا النهارده الكنيسه يعني ادتنا شيء مقدس جدا وحوطتنا وادتنا وعود بسعاده وبهانه ومجد وكرامه، ما تخلوش الموضوع ايه يهرب منكم. انت اما تخشيتوا تتجوزوا ارجع للصوره حضرتك، وانت هتلاقوا في اكليل فوق راسك وفوق راسك، انت ملك وانت ملكه. الجواز ده ربنا بيخلق اسره ملكيه، فمفيش داعي ان نخليها اقل من كده، واللي يدعم الاسره الملكيه دي هو العلاقه الجسديه. طيب انت بتتكلم اي كلام وبتقول اي حاجه هات لي من الكس الكلام ده. هقول لك في اول ايه اللي قلت لكم اثمروا واكسروا املاوا الارض، التكوين ده هذا التكليف، احد الاباء اللي كاتب قال لك ده تكليف يعني مش بمزاجك، يعني حضرتك اتفضل املالي الارض دي ناس ماشي. ربنا ما خلق ادم، ما فيش اي نص ادم او حواء يعني يقول انه خلقه على مراحل، يعني خلقه وبعدين زود له حته وبعدين زود له حته، ما فيش حاجه زي كده خالص. هو اتخلق على بعضه من اول مره، ومن اول مره راى الله كل ما عمله فاذا هو حسن جدا. ربنا شاف ادم وحواء 100 100، الله ينور خلاص. هو ليه ما حدش بيسمي حسن يا ابونا عندنا في الكنيسه؟ ما عند اسم يعني بنسمي عيل اسمه حسن يعني. وما يجي يتكلم على الجسد، انا كنت بحضر موضوع اخر عن الجنس، فدخلت على جوجلز وكتبت كلمه جنس في الكتاب المقدس. تخيل يا قدس ابونا ما لقيتش ولا لفظ واحد في الكتاب المقدس يقول كلمه جنس دي خالص. كل ما كتب عن الجنس مكتوب معاه لفظه اخرى تعبر عن توجه اتيتيود، زي مثلا ايه وعرف ادم امراته فحبلت. احنا مش بنتعامل مع الجسد، احنا بنتعامل مع الجسد والعقل والقلب كله.
وفي شريعة موسى طبعا لو انتوا ما عملتوش كده في اول جوازكم يبقى فاتكم حاجة مهمة، يعني ممكن تتفاهموا مع ابونا يرجعها لكم. يعني بيقول لك اذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند. الخروج في الجند دي الخدمة، يعني ما يطلعش يحارب مع العساكر، يقعد جنبها ولا يحمل عليه امر، ما حدش يطلب منه حاجة، سيبوه في حاله. حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته. يعمل ايه في السنة الواحدة؟ يجرب بقى الجنس لا، يسر امرأته التي ايه اخذها، يفرح بها. ماشي، هو محتاج سنة عشان يفهمها اصلا يعني. وفي سفر الامثال يقول ايه؟ ليكن ينبوعك مباركا وافرح بامرأة شبابك. المفروض الست اللي جنبك دي هي مصدر فرحك. يقول ايه؟ التز عيشا بامرأة شبابك. في العهد الجديد يجي في السيد المسيح يبتدي خدمته بجوازه، عرس قانا جليل، مش كده؟ ويجي في متى 19 يقول ايه؟ ويكون الاثنان جسدا واحدا. ما فيش في حد في الدنيا كان في مصور اعرفه محترف يعني، وبيجي يصور في الكنائس هو مش مسيحي. وكان في كنيسه مرموس اعتقد ولا حاجه عندنا، كان في فوق الكرسي بتاع العريس والعروسه مكتوب ايه؟ ما جمع الله لا يفرقه انسان، والثانيه دي اللي هي يكون الاثنين جسدا واحدا. يرجع يقول العباره دي هتجنني، العباره دي هتجنني. فعلا احنا بعد ما تطلع من تحت ايد ابونا بتبقى تاخد لقب ايه؟ زوج. انت بقيت اثنين مش واحد، زوج يعني جوز مش كده؟ وهي بتطلع تبقى زوجه اثنين، انا بقيت جواها وهي بقت جوايا. ما ينفعش في يوم من الايام واحده اعرفها ست كبيره الله يرحمها ويرحمها يعني، قالت لابنها، وابنها كان بيكسب كويس قوي في هذه الفتره في حياته، قالت له ببساطه كده، هي كانت تلاقي يظهر مراته كانت لابسه حاجه قديمه ولا حاجه، قالت له بص من يوم ما اتجوزت ربنا بيرزق البيت مع بعضه من ناحيتك او من ناحيتها. فقال طب ليه بس الكلام ده؟ قالت له زي ما بقول لك كده، انت بتقبض 10 وهي بتقبض واحد، انتوا الاثنين بتقبضوا 11 مع بعض. انتوا من ساعه ما خرجتوا من تحت ايد ابونا في الكنيسه انتوا بقيتوا شيء واحد، جسد واحد، يرزقه ربنا زي ما يشوف من حكمته من هنا او من هنا. ما نبقاش اثنين تاني. فانا طلعت من تحت ايد ابونا لقب زوج، انا ومراتي جوايا. ده انا هقول لكم حاجه اظرف. احنا عندنا اصحاح كامل اسمه في كورنثوس الاولى 7 عن العلاقه الزوجيه، ولو عندنا وقت هرجع لاول ايه فيه لانها مهمه بالنسبه لي جدا، بس الوقت بقى ما بيسافش. اللي هو بيقول لك لا يسلب احدكم الاخر الا ان يكون على موافقه الى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاه ثم تجتمعوا ايضا معا لكي لا يجربكما الشيطان بسبب عدم مزاهاتكم. هنقولها بالتفصيل كمان شويه. طيب في سيره العبرانيين البتول اللي اسمه بولس الرسول بيقول ايه؟ ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير دارس. طبعا كانوا كده مضجع يعني ايه؟ وكان ممكن يقول ليكن الزواج مكرما ويحط نقطة عند كل واحد، خلاص مفهوم يعني الجواز مكرم، الجواز مكرم. انما هو كان قاصد الرسالة توصل بوضوح والمضجع غير دارس. المضجع اللي هو السرير. والحقيقة ما جبت الترجمات كلمة كلمة المضجع اللي فيه ديك والدكاترة او ليه علاقة بالدكاترة، مكتوب كلمة كويتي. كويتي اللي هي كلمة كويتاس اللي هو الاكت نفسه، العملية الجنسية نفسها. يعني اوعى تظن، اوعى تظن ان ده شيء بره الطهاره او بره الجواز، لا. طبعا الدسقوليه بتقول كلام كتير جدا جدا في الموضوع ده، وهقول لكم واحده بس من الاقوال اللي في الدسقوليه عشان بس ايه الستات ترضى عني يعني. يقول ايها الزوج كن زوجتك ايه؟ اللي يقولها هديله 10 جنيه. كن زوجتك ايه؟ شيرين فين؟ شيرين راحت فين؟ مش هديله محدش عارف. كل زوجتك ايه؟ حبيبا لا سندا ولا قوة، الحبيبا لفر حبيب. ستي دي سهل تتحب. بعد شوية كمان ديش تقول لا دي اللي عندي في البيت ما تتحبش. طيب أقوال الآباء الأوائل في الكنيسة كانش عندهم لا تلفزيون ولا نت ولا جوجلز،
يوحنا ذهبي الفم وهو أجرأهم. بيقول إيه؟ بصوا بقى بيقول إيه. عندما يتحد الزوج والزوجة في الزواج ها لا يظهران بعد كشيء أرضي، طيب حلو قوي، بل كصورة الله نفسه. بالراحة بالراحة يا قديس، يعني أنت بتشبه الرجل والست مع بعض بصورة ربنا نفسه؟ آه. شوفوا القول الثاني، أنا ما أريد الأقوال دي، رحت جبت الأصل في الترجمة. الزوج والزوجة هو روح المحبة التي تجمعهما، سواء أنجبا أم لا، هم أيقونة لإيه؟ ها؟ الثالوث الأقدس. يا لهوي، إيه الكلام الصعب ده؟ كيف يصيران جسدا واحدا؟ هو بيعلق على الآية بتاعت كيف يصيران جسدا واحدا، كأن قطعة من أنقى جزء من الذهب تمتزج بذهب آخر، وهكذا بالحقيقة تتقبل المرأة أغنى جزء من الرجل لتلتحم به كما في بهجة، فيحدث انتعاش وتدليل، وتقوم بالمشاركة معه لإنجاب كائن بشري. هكذا يكون الطفل جسرا، يصير الثلاثة واحد. وهو بعد ما قال الكلام ده قال تعليق، هذا التعليق ده ينطبق على انا شايفه شوشكو كلها يعني دلوقتي. قال انا اعرف ان البعض يخجل مما اقوله، ده يوحنا ذهبي الفم، ذلك بسبب انا مش دعوه ولا كده نجاستهم ودنسهم. لماذا يخجل مما هو مكرم؟ انتم تدينون الله الذي سن هذه الامور. عمركم شفت حلاوه احلى من كده؟ كلام انقى من كده؟ انتم تدينون الله الذي سن هذه الامور. في واحد قديس عندنا في الكنيسه اسمه اكليمانوس السكندري، قال ذهب مخلصنا الى العرس ليقدس اصل الحياه البشريه، وايضا يقول لا يجب ان نخزى من الاعضاء التي لم يخزى الله منها الله يوم ان خلقها. طيب مارس حق السورياني ده استاذ في علم الوحده، يعني هو اللي علم الناس ازاي يروحوا في الصحراء يقعدوا لوحدهم، بيفتي في الموضوع ده؟ اه بيفتي، لان هي القصه الكور واحد، الاصل واحد في الموضوع. قال ايه؟ يا رب اعطنا ان نحبك بقوه اهوائنا او غرائزنا. يعني انا الطاقه الحب اللي عندي انا عايز اديها لك لوحدك. يجي يوحنا الدرجي يقول عن الزانيه التائبه انها تمكنت ان تدفع عشقا بعشق وحبا بحب. الحقيقه انا لما قريت العباره دي خفنت شويه، لغايه لما جالي مثل حلو قوي. يعني ايه دفعت عشقا بعشق وحبا بحب؟ يعني او يعني ان اعطينا يا رب ان نحبك بقوه هوان. انا في فتره من فتراتي كنت بخدم في الجيش، واتقبض على بعض من رجال الجيش واتحكموا بسبب انهم سرقوا. سرقوا ايه بقى؟ سرقوا ايه؟ سرقوا دبابة. طب ما كلكم بتضحكوا ان الدبابة دي يعني هيعمل بيها ايه يعني؟ ولا حاجة، هو بيسقطوا الموتور بتاعها، وبيقولوا لي ان الموتور ده بياخد يدي كهرباء لقرية كاملة، موتور الدبابة ده. فكانت النتيجة فهمت بقى، يعني انا عندي موتور يا اما ادخله يديني نور واضاءة يا اما ادخله في حتة تانية. احنا بنعتبر ان علاقة جسدية عزف هادي على آلة، العازف له دور كبير في انجاح العزف او العلاقة. يعني كتير جدا احنا بنقع في مشكلة ايه؟ ان نتهم الاخر ان هو المقصر، انت ما عادش وقت كافي، انت باردة، انت مش عارف ايه. لا حبيبي، هي البراعة كلها ان احنا بالآلة دي نعزف عزف كويس. انا من شبرا اصلا، وكان في زمان ناس تمشي في شارع شبرا تبيع ربابة، ماشي واحد فلاح بجلبية وماشي في الشارع وبيعزف على الربابة دي اللي هي علبة سلمون وسلكتين كده لون احمر، بيعزف عليها احدث الحان ام كلثوم. وانا غاوي مزيكا، ما بعرفش اعزف خالص، بس غاوي مزيكا جدا. فرحت ايه؟ اروح نادي عليه من البلكونه وانزله السبت واقول له، واحط له الفلوس فيها واقول له ايه؟ ها؟ اديني اللي في ايدك. فيضحك هو، اروح حاطط شايل اللي في ايده دي حاططها لي في السبت، ويطلع واحده
وايه ويعزف عليها نفس اللحن، وانا اخد الواحده دي فوق هي ولا تطلعش حاجه خالص، هي بتعزف في ايديه. فما يكون العازف سيء بلاش يتهم الاله. واضح الكلام؟ واضح. في واحد فيلسوف مسيحي عمل كتاب اسمه سيكولوجية الجنس، قال ايه بقى؟ الحياة الجنسية للزوجين هي الجهاز الدقيق الذي يسجل اعمق الاضطرابات التي تطرأ على الزواج. اول حاجة تبان عليها مشاكل في البيت العلاقة دي. طيب احنا قربنا نخلص، احنا تقريبا خلصنا. طيب احنا بقى عندنا كمية اسئلة ضخمة في موضوع اعمل ايه وما اعملش ايه جوه الجواز يعني. فعشان اخلص انا من القصة دي ومن الأسئلة اللي قد تكون محرجة ليا قبل ما تبقى محرجة ليكم، فعملت اللي هقول لكم عليه ده. إحنا عندنا ملعب زي أي ملعب في الدنيا، ملعب كورة، ليه قواعد. أنت جوه الملعب ده حبيبي وصاحبي وكفاءة وأهلا وسهلا بيك، تطلع بره الملعب أصفر لك أحمر أما تكون أنت مين، ولا معاك 50 عقد جواز. وإذا ما كانش ينفعك إن هي تصفر لك أو أنت تصفري له، أبونا يصفر له. مش كده؟ طيب، إيه بقى؟ الملعب ده ليه أربع أضلاع. أربع أضلاع، خلاص؟ الضلع الأولاني فوق هنا أهو يقول لك ما تكسرش وصية كتابية. وفي وصية كتابية في الموضوع ده؟ أه طبعًا. عندك روح للاويين 18 ورؤية 8 ورؤية 1 هتلاقي بيقول لك كده. باختصار إيه القوانين دي؟ أدي الراجل والست. كده 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 اي كده فيهم مفيش مشاكل، اعملوا يريحكم. ولكن مع الاعضاء اللي خلقها ربنا لهذه العلاقه، مع الاعضاء اللي خلقها ربنا لهذه العلاقه في الطرف الاخر، ورش في حته ثانيه. مهما سمعت على القهوه، احنا لينا قوانيننا، واحنا لينا كنيستنا اللي بتدينا شكل ومضمون وتضمن لنا السعاده لو احنا مشينا. طيب ايه الضلع الثاني اللي هو اللي تحت هنا؟ أن يكون على اتفاق. يعني إيه على اتفاق؟ يعني إذا كان هو الآية اللي قلتها لكم من شوية بتقول كده أهو، بتقول إيه؟ لا يسلب أحدكم، ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، يعني المرأة جسدها هو ملك الراجل، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، الراجل ملك المرأة. لا يسلب أحدكم الآخر، يعني محدش يسرق تاني. يعني حكايه بقى انا مزاجي دلوقتي يبقى دلوقتي، انا مزاجي بعدين يبقى بعدين، لا هنشرحها بالتفصيل حالا. الا ان يكون على موافقه والى حين. يعني ايه؟ يعني طب هعمل ايه في الموافقه دي؟ همتنع ازاي عنه؟ اقول له لا ما تجيش ناحيتي، او انت تقول ما تجيش ناحيتك ازاي؟ قال لك لكي تتفرغوا للصوم والصلاه. يعني اذا كان انا عايز اقول لمراتي او هي عايزه تقول لي خف شويه، عايزين داخلين على الصيام الكبير عايزين نصوم، لازم توافق هي او انا وافق، والا يبقى الكلام ده فيه ايه؟ يبقى فيه كده افتراء. فاذا كنت انا ربنا اداني الحال الحق ان انا استاذن من مراتي او هي تستاذن مني اما اجي اصوم او اصلي، فكم وكم في الاقل من كده؟ عايز اعمل اي حاجه ثاني؟ و يعني ساعتهم متجوزين كلكم، بس اللي هقوله ده اعتقد اغلبكم ما يعرفوش. يعني إثارة الرجل في الجنس زي كبس النور، مالوش الا حركتين اون واوف، مفيش غير كده. الست بقى لها قصه كبيره ثانيه، يعني نتورك كده، شبكه اتصالات، وهي مش عارفاها، وهي تعرفها عن طريق حضرتك. اما تكون راجل ظريف وهادي كده وتستطيع انك تظهر محبتك، هي تكتشف جسدها، وبالتالي قد أرى أنا أن حركة زي كده على خد شريك حياتي واو منتهى الإثارة، والشريك يقول ده منتهى القرف. يمشي كلام مين فينا؟ يمشي كلام الأضعف، يمشي كلام الأضعف. فيبقى الضلع الثاني في العلاقة هو أن يكون كل شيء بيننا في الجواز في العلاقة باتفاق. لا أنا ما بحبش كده، لا أنا بحب كده، ويبقى ده ملعب للتواصل، نطلع بعديه اتنين فاهمين بعض بنحب بعض اكتر. عشان كده ربنا جاب الحاجه دي فينا. طيب ايه الضلعين التانيين دول؟ واحد هنا واحد هنا. اول حاجه خصوصيه العلاقه. ايه خصوصيه العلاقه؟ يا سيدي الفاضل، الجوازه اللي انت اتجوزتها دي جوازه ابديه، مفيش فيها قصر، يكسرها الموت بس او الخيانه.
بس. وانك انت شغلتك في الحياه يا سيدي الفاضل او يا سيدتي الفاضله انك انتوا تسعدوا بعض وتفرحوا بعض وتنبسطوا مع بعض، تلعبوا لعب عيال، بتلعبوا اي كلام، يجي واحد يقول لك يا عم انت بتلعب ضيع وقتك، انت تعمل كذا كذا كذا، او واحده تقول لك اعملي كذا كذا كذا، انا مش مسؤول خالص ان انا ابسط حد. يقولوا كده هو نادي حصري للاخرين بس. انا بعمل ايه؟ اللي قاعد وراك بيعمل ايه؟ اللي زميلك في الشغل بيعمل ايه؟ مالكش دعوه. ولا هو ليه دعوه بيك خالص، ولا انت. عشان نقدر نفرح بعضينا ونسب بعضينا، زي ما كان زمان بيت مقفول ما حدش يعرف اللي فيه. امال انا بتكلم في الموضوع ده ليه؟ ما انا بصفتي المهنيه انا دكتور، فتجيلي تسمع مني معلومات انما ما تسمعش مني خبره. ما اقولكش بص يا ابني انا بعمل ايه؟ لا. طيب حلو قوي، ما دام الكلام ده كده احنا بيوتنا تتقفل علينا في القصه دي؟ سؤال محرج سنه. حضراتكم عمركم وانتم ماشيين في الزيتون هنا شفتوا قط وقطه مع بعض في علاقه، او كلب وكلبه مع بعض في العياطه؟ اكيد شفتوا، مش كده؟ عمركم شفتوا كلب تالب بيتفرج واقف بيعبر عن اعجابه باللي بيحصل؟ حد فيكم شاف كلب تالب بيتفرج؟ مين اللي اخترع الحكايه دي؟ احنا بشر. ازاي؟ منتهى ببساطه افلام. في حاجه في الطبيعه تقول ان راجل او ست يقف يتفرج على راجل تاني بيعمل علاقه جسديه؟ ايه الكارثه دي؟ والست دلوقتي الستات بتتفرج ليه؟ ليه؟ انا مش مطلوب مني اخد اتفرج على، طبعا ناهيكوا عن كل الكلام ده، هو في الافلام ده كله الام فيك، مش صحيح. وفي مره زمان خالص في اجتماع شباب جبت لهم مصور يقول لهم اللي بيشوفوه ده يستحيل يكون حقيقي، دي زوايا تصوير وحركات كده. طب انا ايه اللي يخليني اروح للسكه دي وهي هتخسرني؟ هتخسرني ايه؟ في حاجه في الطب كده اسمها الثريشولد، ما اعرفش حد فيكم هنا دكتور ولا لا. ثريشولد يعني اقل حق، حاضر، اقل حاجه تحركني، اقل حاجه تحركني. الحقيقه حضرتك لما تتفرج على الافلام دي او تتفرج، انت بترفع المستوى بتاعك للي فوق خالص، بحيث انك انت صعب جدا. اما جات لي واحده ست قالت لي جوزي رمى لي شريط كده وقال لي انا عايزك تعملي زي دول، وقالت لي انا فتحت الشريط اتلخفنت واتبهجلت، ايه ده؟ قلت لها روحي قولي له ماما اكل البيت غير اكل الشارع، احنا بنقدم اكل بيت في بيتنا، انا مفروض اسعدك بطريقتي وبطريقتك، احنا الاثنين مع بعضينا، انا ما نجيب من بره. لا، اخر حاجه ونقفل عشان الوقت سبقنا، اللي هي الضلع الرابع، عفه العلاقه. طبعا كلكم بقول عفه العلاقه بخوك يروح في حته اطفي النور ولا النور، لا لا لا، اعمل اللي انت عايز تعمله. عفه العلاقه ان يكون هدفك من العلاقه ان تسعد الشخص الاخر. بيعملوها كده، بيقولوا كده ادي الراجل وادي الست، انا بستخدم العلاقه الجسديه عشان اوصل لقلب الست دي وافرح قلبها، او هي العكس يعني. انما في ناس ودول مش قليلين، انا بستخدم الطرف الاخر في العلاقه عشان اوصل للصنم الجديد ده اللي اسمه الجنس. طب دي تعبت عيد، مش مشكله، الجنس لسه موجود، تترمي ويجي غيرها. وانا من شهر او شهرين كده كان عندي حاله، وراجل كبير في السن جدا يعني خلاص مش قادر يعمل حاجه خالص، ومراته ست كبيره بالطبيعه، وجابوها لها شايلينه رجاله شايلينه هيموت. راح اجر واحده، وما اجر الواحده دي طبعا مش قادر، فبلع حاجات كتير فكان هيموت. ليه؟ لان هو مش مهم قوي البارتنر بتاعه شريكه، هو مهم الجنس. الاربع اضلاع ما تكسرش وصيه كتابيه، كل شيء على اتفاق، انت هدفك خصوصيه العلاقه اللي بينك وبين مراتك هو اللي يخصك انت وانتوا الاثنين بس، ما حدش يسالك انت بالنسبه للاخرين انت ايه، ولا يسالك انت، انتوا مع بعضيكم. وعفه العلاقه ان يكون هدف العلاقه ان افرح بشريك حياتي. اهمال العفه يؤدي الى ادمان الجنس، وادمان الجنس في مصر النهارده بقى كتير وبيتعالج في مستشفيات، واللي عنده حد بيجي يقول له انا اديله عنوان المستشفى. اهمال الخصوصيه انفتاح على العالم بقباحته ويجيب خطايا كتيره.
لسه المحاضرة ما خلصتش، بس أبونا قال إن محاضرة تانية عشان الحضانة والأمهات يلزم أن ياخدوا أولادهم، وبعتذر لكم. وفي أسئلة كتيرة طبعا مش عارف أعمل إيه يعني، بس اتفضل يا أبونا. لنا كل مجد وكرامة إلى أبد. بنشكر كتير الدكتور نبيل ناصري على القيمة الجميلة للزواج اللي عرفناها من خلال منظور مسيحي رائع نفهم فيه العلاقة في كل واحد بين الزوج والزوجة ربنا بيكللهم تالت. ربنا يديك صحة يا دكتور، ونشوفك دائما بكل خير. لنا لقاء آخر قريب نكمل فيه هذه المحاضرة.